فخرتنا التالية مع بسمة العيد والفرحة اللي بنشوفها دايما موجودة على وجوه أطفالنا بالعيد، ونحن كيف منعزز هالموضوع عندهم وكيف منعزز قيمة العيد وفرحته عند أطفالنا. رح نحكي هالموضوع مع الأخصائية الاجتماعية رندا علي دي. بيسعد صباحك يسعد رندا، وكل صباحك. عام وانتي صباح بألف خير، وانتو خير. بألف خير، ينعاد عليكم. وعليك يا رندا رب. رندا عاملة نيو لوك كتير حلو بخص ميرسي العيد، ميرسي. حلو كتير ولا دايما مع العيد بقلك. لازم يكون في تجديد عن جد. فما بالك باحتكاكك بالولاد، عن جد خلينا نحكي عن هاي النقطة، قديش مهم انك انت تغيري لوكات، تغيري شيء هيك، تعملي مشان شيء الأطفال فانكي عن مشان جد. الاطفال. هلا أول شيء غيرتهم شعري. بس هو كمان يعني هو دائما نوع التجديد بشكل عام، سواء للأطفال سواء لنا وسواء للحياة بشكل عام، هو شيء ضروري بحكم الظروف والروتين اللي بنعيشه بشكل دائم. حلو التغيير. صح. يعني رندا، كنا عم نحكي عن الفرحة وعن البسمة اللي دايما بنشوفها بوجوه أولادنا بالعيد، دايما هيك بنحس انه هن العيد، وهن بحسسونا بقيمة العيد بالساعة اللي بينتظروا فيها العيد قبل بيوم، بيحطوا هالتياب رمون. اليوم خلينا نحكي نحن كيف بنقدر نعزز هذا الموضوع عند أطفالنا. هلا نحن صار في شرخ بيننا نحن الكبار وبين الأطفال، انه نحن هلا صار مفهوم العيد لنا انه هو اجازه او هو عطله لنرتاح فيها او لنجدد حتى حياتنا، نرتب امورنا، نرتب اوراقنا، نشوف شو خططنا المستقبليه. اما فهذا نحن بشكل تلقائي كامهات وابهات نعكسه على اطفالنا. لهيك خصوصي الاطفال بعمر الصغير هنا ما بيكون لسه واضح لهم شو يعني العيد، فهو انتقل الجو انه هو جاينا اجازه طويله او قصيره بغض النظر. لهيك نحن كتير مهم نعزز أشياء نحن حابين نزرعها بأبنائنا، ونختار هاي الفترة اللي تعتبر، نحن دائما بنختار المناسبات اللي بتكون عامة لحتى نخصص شيء لأبنائنا لحتى نساعدهم يكتسبوا. خصوصي انه العيد هو اساسا معناه جاي من الإعادة، انه نحن في عنا شيء بنكرره بنعيده، سواء عادات وتقاليد، سواء عادات اجتماعية، حتى الاتجاه الديني كمان. لهيك نحن هاي فرصة كتير مناسبة لأنها تتيح لابني أشياء عملية بسيطة لحتى أعزز له القيم والعادات والكلمات المجازية اللي نحن بنستخدمها. اجتماعيا طبعا نحن بنكون شغالين طول السنة انه كيف نعلمه يتعامل مع رفقاته، يتعاون، المشاركة، كيف اتبادل انا وياه، كيف اعيره اشياء، كيف يبادلني نفس الشيء، كمان نفس الشيء الخصوصية. ولكن بهيك مناسبة انا بحاول كثير اتوسع بمجال اني ساعد حدا ممكن يكون محتاج، اعطي اشياء من عندي لشخص تاني او لطفل تاني، اعطيه لعبه. في موقف صار معي من يومين انه عم نجمع انه مثل هدايا او تياب او شيء، فكانوا موجودين كلهم، نقول للاطفال انه اختار اشياء ما بدك اياها. فبعد بساعه وتفكير طويل يعني يا دوب طلع. ولكن هي مبادره لطيفه منه انه قدر يتخلى عن شيء من اشيائه وبعد شوي رجع بده اياها كمان. تماما، لحتى نعطيها وبدون مقابل. يعني هي النقطه مثل قبل شوي كنتوا عم تحكوا على العمل التطوعي، فانا ببدا من هون انه انا اقدم شيء مفيد بدون مقابل، بدون ما يكون لي مصلحه فيه. فهي كثير فرصه لطيفه انه انا استخدمها مع الاطفال وعززها عندهم. من الناحية من الاتجاه الديني نحن بنختلف كتير، دائما الدين واسع ونحن دائما بناخد كل شخص له جزء معين هو اللي بيريحه، هو اللي بيقدر يقدم فيه. كمان أنا بحاول يكون باتجاه الديني، أنا كتير بتوجه للأهل بهذا الموضوع، لهي التوعية أنه ما تتكلوا على المدارس وعلى الروضات وعلى الأشياء الخارجية بالتعليم، التعاليم الدينية لأطفالنا، لا خليها من البيت حصرا مني أنا كأم وأب، لحتى أنا أنقل له نفس الجو البيئي اللي أنا بدي اياه. للأسف نحن بيكون في عنا أغلب الأهالي اللي بنشوفهم بيكونوا هنا مثلا عندهم شعور بالتقصير الديني، إنه نفسيا انه هن حاسين حالهم مقصرين، فبيحاولوا يعوضوا هذا الشيء بابنائهم انه نحن نحاول نحطهم بمكان كل اتجاهه ديني. فالطفل بصير عنده هاي الفجوه انه وين اللي انا مثلا بالمكان اللي انا فيه او بالمدرسه او بالروضه عندهم اتجاه ديني كثير كامل،
بالبيت انا لا ما عندي هذا الشيء، فحيصير يوجه اللوم او يوجه ملاحظات لأهل، على الاهل يمكن تماما باشياء هن ما رح يقدروا او يمكن ما تكون اساسا من الجزء اللي هن بيتبعوه بالبيت. لهيك دائما لازم يكون في هذا التوافق بين البيت والمدرسه، دائما نحطه ببيئه مشابهه. بعد عن تأنيب الضمير بهذا الموضوع، بلش صلح من حالي لحتى ازرع بابني بغض النظر شو كان الدين او شو كان الاتجاه او حتى المعتقد او حتى العاده. دائما نحن بيكون في عنا حتى في شرخ بين عاداتنا القديمه وعاداتنا الجديده، دائما بيكون في عنا عاده ربينا عليها بنحسها هلا مو مناسبه للزمان، بس بنكون شوي هيك مأنبنا ضميرنا انه مو قادرين نلتزم فيها، فبنحاول نكون في شيء اكسترا للطفل. هو لسه بجيله بدها تكون كثير بعيده، كثير بعيده. صحيح رندا، خلينا نحكي بنقطه يمكن كثير من الاطفال انه هلا بدنا نروح نعايد القرايبين، هلا مدري شو، بيروح بيقعد هيك وممكن يحب الاولاد موبايله بايده او موبايله بايده تماما. وهي الحاله الاجتماعيه يلي لا بدك تروح تعايد، يعني هي حلو انك تجبريه يروح عند قرايبينه يعايد وحلو انك تزرعي له هي الفكره، بس كمان كثير بنشوف اولاد بيتذمروا من هذا الموضوع انه لا خلص بيمرض يصير بطنه بيوجعه ما بقى بدي يروح. تماما. هلا لقلك شو، لازم يكون في توازن. يعني انا لما بدي روح زور ناس مثلا عائله ما فيها اطفال من عمر ابني وبدي روح اقعد فتره طويله وما عنده اي شيء يسليه، اوكي حتساله كيفك، اي صف صرت، باي مدرسه، بتعذب ماما ولا لا، هي الاسئله التقليديه. وقديش عايب تماما، بلش بقى تحرجه بالاسئله الثانيه، فهو خلص عياره ربع ساعه ثلاث ساعه، بس بعدين حيكون ممل، حيبلش بقى هو بعد ما مل حيصير يزعجهم، يحركش بقى هون على تماما، فحيصيروا انه هن يطلعوا على الساعه انه يلا امتى حتخلص الزياره. فلهيك انا لازم راعي هذا الموضوع انه في حدا من عمره، اذا في حدا من عمره ايه بروح قد ايه مده الزياره انا بدي اقعد فيها، شو نوع معلي، يعني في موضوع انه مثلا هن حيضيفوه ويمكن هو يكون ما بيقدر ياكل، عنده حساسيه معينه او عنده حميه معينه، او يمكن يتضيف هي كمان كثير انه خلص كبيرة. خلص حاج تاكل نكوش ولا هي فرصه ولا هي طبعا شيل على جنب يا ماما خلص يا حبيبي، لا بتكون مصيته من البيت، بتكون مصيته من البيت انه ما تاكل كثير. هذا الموضوع خليه نحن مشان ما نحرج حالنا، انا بعطي شويه هيك استراتيجيات للاهل انه دائما بالبيت نحن بكون في عنا قعده، وبكون مثلا على الغدا، لما انا بكون قاعده بالغدا وعم بقسم اكل هيك انه كل بس حاجتك وكل بس من جهتك، في اشياء بسيطه انا بعلمه اياها وعلى التكرار بتصير عاده عنده، احسن ما اني اجل هذا الموضوع لهيك زياره وانحرج وازعجه يعني، لانه كثير مهم ما وجه له نقد قدام المجموعه يعني ولا المدح الزياده، خليه دائما يكون هو قدران يحط حاله على السلم المناسب لما بده يقيم حاله، عنده شخصيه مناسبه. ايه تماما. فلهيك انا كثير لازم ضروري يروح يزور، يكون في علاقات اجتماعيه بعيدا عن العلاقات الاجتماعيه الالكترونيه اللي هلا مريحتنا كلنا، ضروري يكون الوقت قصير، ضروري يكون في موضوع ينحكى فيه بهمه. لا مثلا هو بيحب الباسكت، اوكي خليني افتح موضوع يسألوه انه مثلا شو اكثر حدا بتشجعه، مو شو علامتك. فهذا الموضوع معلي انا بحاول ساعد الناس اللي انا رايحه ازورهم انه اسألوه هيك مثلا، طبعا بدون ما يكون هو منتبه، فهذا الموضوع او يساعد انه يساعدهم مثلا يمسحنك مثلا على المطبخ او شيء. فهي الاشياء كثير بسيطه وكثير بتقطع الوقت الزياره بسرعه، وبتعوده انه لا هي الزياره شغله محببه ولطيفه، ما لها عقوبه ولا لها واجب. يعني هذا البعد الاجتماعي لازم يتعلمه الطفل من هو وصغير، ولازم يمشي طبعا معه، لانه يمكن هي القيم الاجتماعيه اذا ما استمرت، يعني نحن هلا اصلا بوقت عم تروح، فاذا لسه ما شوي علمنا اولادنا عليها بعد فتره بتختفي على الاخير، يعني تماما. حتى على التليفون ما بقى بيدقوا لقرايبينه وبعيدهم. صح، يعني حتى يعني اقول لك شغله، في قصه انه انا لما بقول له انه هذا لازم انا روح زور، طيب اوكي لازم زور او لازم اعمل واجب اتجاه حدا تاني، هي اللازم او هي كلمه الواجب لازم اربطها بشيء تاني، ابدا معه بعمر صغير بالزيارات اللي فيها حدا من عمره لحتى هو يصير بيحب
ويصير يبادر. اكثر مشوار محبب هو مشوار التيتا وبيت التيتا وبيت جده. فدائما هون في دلال وغيرش لانه لهيك بحبوه. ايه فلهيك انا بعطيه واجب انه اخذ لهم شيء معك. وقت اللي تروح لازم مثلا تعمل لهم هاي المساعده بشيء معين. لازم تعمل له دور هو يروح ينتبه لتيتا وجده. صحيح هو حيروح يتدلل هون حيتبه له، بس هو حيصير عنده هذا روتيني وهذا شيء لطيف وبيحبه، لانه هو عم بيروح يقدم لهم مساعده لساعه بس هو عم بيتدلل فيها. لما حيكبر حيرتبط عنده بشعور ايجابي فحيقدمها بكل محبه وحينعكس على الام والاب يعني. وبالعمر كمان لما يصير شاب كمان حيصير يقدم هذا الشيء لامه وابوه، ما حيكون حيتذمر او حيتضايق او حيعتبره مضيع على الوقت، بالعكس. صحيح. حيكون شيء ايجابي. رندا خلال جولاتنا الاجتماعيه اكيد الاطفال في لهم عيديه، ويمكن كل ما كثروا القرايبين وهي بتكتر العيديه وبتصير مبلغ حلو. اليوم كيف فينا نحن نفهم الطفل انه قيمتها لهي العيديه؟ كيف فيه يستثمرها اكيد ما يفتح مشاريع بس انه بعمل خيري او يجيب فيها شيء مهم له؟ يعني كثير من الاولاد بيشوفوا انه اوه مبلغ كثير كبير بدي اجيبه، بدي هي بقضي علوك وشوكولا ومشاوير ومول. اوكي، فانه كيف فيها يستثمرها صح، او كيف فينا نفهمها ونعرفها على العيديه بشكل احلى؟ هلا لقلك انا احكي لك على الاطفال اللي بتخصني كيف بتعامل معهم. جبنا كل شيء مبلغ محطوط بالصندوق، ربطناهم مطاط هيك انه على اساس انه هو بزنس مان وهيك، وعدهم وقسمهم على ثلاث اجزاء، جزء يتخبى وجزء للايام الضروريه وجزء شو بيحب يهدي ويدلل حاله ويدلل الناس اللي بيحبها. فاول مبلغ ما كان كتير كبير، ولكن قدر يتحكم بالجزء الثالث اللي هو له انه يقدر يعمل اشياء هو يحبها واشياء كمان لناس بتحبه. يعني كتير الموضوع هذا اساسي ومهم. هلا حيكون اول شيء اذا عبير حياخذهم اكثر شوي، ولكن قد ما كان الجزء المخبى او الجزء اللي نقام للوقت الضروري بسيط، مع الوقت رح يكبر ومع الوقت رح يتعلم هذا التكنيك للعمر لبعدين، حيساعده كثير بحياته. لانه فعلا الموضوع المادي هلا مثل ما قلتي كلياتنا صايرين عم نفرغ بالجزئيات، يعني بالكماليات، بالاشياء اللي تخلينا نكسر الروتين من يجر. فهذا الاشياء يعني نحن ممكن بحياتنا انه ما يكون بوقت معين ما نلاقي شيء يساعدنا. لهيك كتير ضروري يتعلمها عمر بكير، يكون التفريغ عنده للروتين والملل بطريقة إيجابية. ومن الناحية المادية ما يكون متهور. طيب دائما بنحكي على حكينا عن بعد اجتماعي، دائما بنحكي عن المعنى الروحي للعيد. يعني في ناس مثلا بيجوا العيد مثل ما قلتي بيقولوا لهم انه في عطله لاولادهم، يلا نحن انه بس عنا عطله بدنا نروح مشاوير، بدنا نروح اجازه الصيف، يعرفون معنى العيد شو هو، ليش نحن لازم نحتفل بالعيد، ليش لازم نعيش هذا الوقت بطريقة مختلفة. هلأ خصوصي هذا العيد اجت فترته طويلة، واجا بعد يعني تقريبا ما في بعد العيد باسبوعين حيكون في المدارس. تمام. فالحق معهم الاهل انهم هن يتوجهوا لانهم يعملوا رحله او يعملوا نشاط او يسافروا، انه منه جمعه للعيله ومنه تفريغ لحتى يكون بدايه العام الدراسي جيده لاطفالهم. لهيك فحلو انه حتى الاجازه ضروريه بتساوي ضروري يعني اهميتها باهميه العيد. لهيك انا دائما في تقليد نحن عندنا انه نحن اي رحلات او سفرات ما بتكون اول يوم، لانه اول يوم بيكون لجمعه العيله، فهذا الشيء كثير ايجابي وظريف ويكون الطفل موجود فيه. لما انا بدي روح اجازه فانا لازم اشرح له للطفل انه نحن طلعنا بهي الاجازه لحتى نكون في عندنا تجديد للروح، الزياره الاجتماعيه اللي رحنا اجتمعنا العيله فيها وشفنا التطورات بعض وكل واحد شو انجز بحياته وكل واحد قدي ممكن مثلا يكون عنده نقاط نحن انا كشخص فرد بهالعيله يكون جزء منه وساعده وقدم له مساعده معينه اللي انا بقدر عليه. قدي هذا التكامل الاسري ظريف اللي انا قضيته باول يوم مو ضروري بشكل يومي، وبنفس الوقت الاجازه اللي طلعتها يومين ثلاثه انه انا مو بس لاطلع اتسلى، انا طالع اتسلى بهدف جدد روحي، جدد. صحيح.
جدد كل شيء انا طاقتي لحتى في عندي مرحله ثانيه جايه. لا الدنيا عشتي على درس على كذا، دائما ازرع لانه انا رح اتنشط هلا واطلع هاي الرحله، لانه بس لنرجع حنرتب امورنا للعام الدراسي الجديد. رندا دائما بكل مناسبه بكل عيد لك يمكن نصائحك الخاصه بالاطفال يلي بتقدمي لنا اياها، وكلنا بنستفيد من كثير تفاصيل بتحكي لنا عنها. نشكرك ونعاد عليك بالخير ونفرح منك يا رب. ميرسي كلك زو. شكرا كثير لك رندا، وكل عام وانت بألف خير يا رب. ايامك كلها خير وسعاده. ميرسي وانت كمان.